تركيا تكثف عدوانها على شمال سوريا، واجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث العدوان. صمت انتخابي في تونس عشية الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية. تأكيد صيني أمريكي بتحقيق تقدم في المحادثات بشأن مفاوضات التجارة. الحادية عشرة صباحا التاسعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. كثفت تركيا ضرباتها الجوية وقصف المدفعية على شمال شرق سوريا، وفي تصعيد للعدوان الذي أثار انتقادات دولية، زاد الجيش التركي من وتيرة عدوانه بالطيران والمدفعية على بلدتي تل أبيض وعين عيسى في الشمال السوري. من جهة أخرى، دفع العدوان التركي بتعزيزات برية إلى الحدود السورية. تعقد جامعة الدول العربية اليوم اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية بناء على طلب من مصر لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية. كانت الجامعة العربية قد أكدت أن العدوان التركي يمثل اعتداء غير مقبول على سيادة دولة عربية واستغلالا للظروف التي تمر بها بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي. فندت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة مزاعم أردوغان بشأن إقامة ما سماه بالمنطقة الآمنة على الحدود بين تركيا وسوريا. وشككت المفوضية في الجانب الإنساني لهذه المنطقة، موضحة أنه من الصعب ضمان أرواح المدنيين داخلها. وقالت المفوضية إنه ليس لديها أي معلومات عن أي لاجئين سوريين انتقلوا إلى تلك المنطقة، مؤكدة أن إنشاء أي منطقة عازلة يجب أن يتم وفقا لضمانات القانون الدولي الإنساني. بدأت اليوم مرحلة الصمت الانتخابي في تونس، وذلك قبل يوم من انطلاق عملية الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي. ويحظر خلال فترة الصمت الانتخابي على المرشحين إدراج أو نشر دعاية انتخابية جديدة، كما يحظر أيضا بث ونشر نتائج استطلاع الرأي التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات، ويحظر تقديم تبرعات نقدية أو عينية بهدف التأثير على الناخب. أعلنت الصين والولايات المتحدة تحقيق تقدم ملموس في مجالات متعددة، وذلك خلال جولة المشاورات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى بين البلدين والتي عقدت بواشنطن اليومين الماضيين. وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده توصلت إلى اتفاق تجاري مبدئي وصفه بالمهم مع بكين، يشمل الملكية الفكرية والخدمات المالية ومشتريات كبيرة من المنتجات الزراعية. وأضاف ترامب أن الاتفاق سيستغرق ما يصل إلى 5 أسابيع للتوصل إلى صيغة نهائية. لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.